بعد ولادة الطفل يسوع له المجد في مغارة المهد في بيت لحم، بشر الملاك رعاة ساهرين في البرية بولادة المخلص. في هذا المكان الذي يقع إلى الشرق من بيت لحم في بيت سحور، نرى عدة مغر منتشرة في هذا المكان الذي يطلق عليه اسم حقل الرعاة. نرى الأشجار والطبيعة القديمة. في هذا المكان كانوا الرعاة يسهرون حين تبشروا بالميلاد. في إحدى المغر الصغيرة التي تروي التاريخ نجد المذبح لإقامة الصلوات والقداديس، وأيضا نرى قدم هذه المغارة ورونقها قبل الميلاد. بالرغم من كل الظروف اللي بتحيط في العالم وبتحيط فينا وعلى الأخص غزة، بنحاول نبعث سلام لكل العالم، سلام من أرض السلام، سلام من أقدم مغارة تبشر فيها الإنسان بأنه رح يكون مولود عظيم يفدي البشرية، ويأمن لهم السلام، يبعث لهم السلام ويعطيهم السلام. وبعد الاحتفال بميلاد الطفل يسوع له المجد بعدة أيام، أقيم قداس في مغارة حقل الرعاة، ترأسه الأب رامي عسكرية كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم، وعاونه الأب تادو، وبحضور عدد محدود من المؤمنين أحيوا ذكرى بشارة الملائكة للرعاة، حيث أقيمت الصلاة لأجل إنهاء الحرب. هذا المكان اللي بيخلينا نرجع من خلال مثل الرعاة نفكر كيف نستقبل الميلاد، نستقبله بتواضعهم، نستقبله بدون شروط، نعرف أن ربنا بيحبنا بدون شروط، مثل ما إحنا هم الرعاة كانوا آخر ناس في المجتمع وكانوا يحتقروهم بالمجتمع، وعشان هيك رغم هذا ربنا خبرهم أول إشي بولادته ومجيئه إلى العالم، فهذا دليل أنه ربنا ما بحط الشروط ولا بيطلب منا غير القلب الخاشع المتواضع زي هالور الرعاة، حتى بعدين كل ما توضعنا كل ما اكتشفنا مجده وشفنا مجده وشفنا علاماته في حياتنا مثل ما شافوها هذا الرعاة، وبعدين فرحوا وسمعوا ترتيل المجد الله في العلا والأرض السلام لما شافوا الطفل يسوع، وهذا اللي بنتمناه من هذا المكان لكل العالم اللي بيشوفونا. هي رسالة من حقل الرعاة في بيت سحور، رسالة من البرية، كما استبشر الرعاة بولادة المخلص، بشرنا يا رب بأن يسود السلام. للنورسات مارلين الحدوة من حقل الرعاة بيت سحور.